قوم مع بيئة زهرة قطع الإشارة حمراء والشرطي لقط النمرة ولا صابك همل يا هامل معقول الشرطة عملت كمين؟ لا يا رجل صدرك وال صدرك وال صدرك صدرك وال Come go go come come go come go go come come go come and go go come يا هلا والشرطة عملت كمين بس هو قلبه عاليمين دعس وعطاها بنزين رايح جاي المسكين شحت لبس شجر التين شلف وعطاها غبرة مش لعب امي صار لعب امي هسه لعب امي اه يا حبيبي لعب امك انت شايف كلنا بنحكي بس بابايش عينك وكح انت والله لعب امك يا زلمه سنك لارنك هسه بتناول اخباع ميك عمي اوعى ليش تعربد لك بسك لهما دعوه روح روح يا زلمه لا ولا بدعس ولا خلص ولا امك انا لعب امك ايه بالله بجد تحكي انت لا بحكي عن مزح ايه تخليش ادعس على روحك قوه يا زلمه غليها يا زلمه والله ما بلتعب معك الشيخ مردوخ ابو سمن حارث على قولي يا ابو تفضل يا معلم اهلا وسهلا السلام عليكم يا سلام يا بركات كيف حالك يا غليل السلام عليكم السلام عليكم كيف حالك تفضل معلم غلبك الشيخ مردوخ ابو سن مو هذا شارع حلب اليمه هو الشيخ تفضل شو بدك منه بدي الشيخ اوصل له كيف خير يعني شو بدك منه قلنا يا اخوي شو بدك احنا شركه الحمام الزاجي توصيل الطرود السريعه سريعه سريعه هاي خذني جيك بفهمها هاي في له طرد وصلني من المغرب معطيه اما انت ما بتحكي صح هبا شو اسمه بتصدق وبتامن بالله لا اله الا الله قول له مين انت بتصدق انه انا شو اسمه ابن الشيخ ابو سن ابنه. سن ابنه انت سن ابنه لا ما غير اقسم بالله العظيم كيف حالك والله الله يسلمك وبركاتك يا رب الله الله يعطيك العافيه طيب في مجال انك تستلم عنه طبعا يا اخوي طبعا ليش ما تستلم استلم وقع له ان الاستلام لا مو كويس صح ولا لا مزبوط بصير توقعنا بس المربع هذا اللي عامل مستطيل خلاص يكون كمبيالات ولا ايوه اي شركة زاد الحمام وصل هو عادي يبالغ تنصب علينا الله يرضى عليك الله يفتحها بوجهك يا رب ندعي له يا شيخ سن ندعي له ان شاء الله راح ادعي لك بصلاتي بصلاتي دائما الله تصلي الله يهديك يا رب بس الام العربية بس يوصل للشيخ لانه هي في رسالة موجودة ما عليك باليد راح يوصلوا ان شاء الله دنيا غرور دنيا غرور والله شكرا يا شيخ غلبناكم خليك قاعد معنا خليك قاعد معنا السلام عليكم السلام عليكم السلام بتاكد من هذا الطابق يا زلمه شو طابق هذا بلاش يكون اشي ولا هذا بلكي بعناها وجبنا من وراها خلينا نقعد نلعب هسه نرجع طق 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 على بمبك ليش حابب بدك تلعب هذا مسلسل تركي هسه وقته يا زلمه بدنا نكمل اللعبه يلا انا في بنات مسلسل تركي ده هيك صار طابق شايف انك رخيص في عباد نسوان انت يلا فعلا انك عباد نسوان اقعد اقعد يا اخوي اقعد ارتاح قصه طرمش كده والله ما انا عارف شو بدي اقول لك جينيز شو هذا هيك اللي قلنا استلمنا مش عارف والله لو على البحر اقسم بالله غير النشفي يعني طلع قلنا شيء محرز طلع طقيه ايه اقرا لي الرساله هاي شو استنى استنى بسم الله الرحمن الرحيم الى الشيخ مردوخ ابو سن هذه قبعه مطلسمه بعتناها ايش ايش هاي بعتناها لك حسب ما طلبت يرجى استخدامها بحذر وعندما تلبسها اقرأ وقول حوكش بوكش شو هذا بعدين طلع ايش وسيتم السحر بإذن الله امسك يا اخوي امسك امسك هاي انت البسها تروح تحول لضفدع انا نقصني قصة انا اكثر منك شو دام سخت يا اخوي اذا خلص برحمة خلف ترال انت تاخدها اذا مش ناقصني انا مش ايدي باردة عليك كبسك بصلاة محمد انك انت تلبسها يا اخوي شتك لبسني الكمين يا اخوي هسه ميلك بالله عليك اخوي بالله عليك انك تلبسها خلص هسه بكبسك بلمسك بلكن صرت حليوة البسها يا اخوي البسها البسها ايه اسمه والله العظيم انك يا اخوي بتحرجني حوكش بوكش يا زلمه فتي عينيك اذا ما فيش شيء ما صار شيء تخافش اقول والله والله ورحمه خالتي فيها توكل على الله اذا مش مالك تطلع زي هيك ايش في يا زلمه ضيع وجهي بريزه يا اخوي وينك تبل عمي انت قاعد انا بصراحه هيني بالمغرب وين انا يا زلمه هيني جنبك ميله ميلك يا اخوي شو مالك ايه ايه يا اخوي شو هذا يا اخوي شكف فهبلك يا اخوي سيبنا من الولده نهاية انا بحبش هاي الطوابق تركبها على راسي ايه يا اخوي مالك يا اخوي مش مالك متعرفد ايش فيه يا اخوي شو تبل عمي انت يا اخوي مالك انجنيت بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوي
يا اخوي يا اخوي بالله عليك مالك وينك انت؟ بتحكي انك مش شايفني ولا تتهبل يا اخوي بالله عليك انا ما ليش مصلحه بدك بسك راس هسه ورجيك اذا شايفني ولا لا يا اخوي مالك يا اخوي ايه يا زلمه استنى وين رحت استنى شوي بس هذا الشيخ مردوخ طلع مش قليل يعني كاين بده يركب عليها طوابق يا اخوي انا كنت افكر زي ما بدك بس بتعرف شغلي يا اخوي حوكش بوكش ولك استنى شوي وين رحت سامحك بهالزقم يا ستي هسه تسرح فيي اه لا برحمة خالتك في ريال ما تكفكفني اذا مستنى شوي استنى وين انت رحت تشتغل علي اه يا سمر اذا مش اتفقنا هسه يا ستي والله انك كرميب يا اخوي شفت انه ما بتامن بتامن لك تمد ايدك ولك والله انا اورجيك اذا وين انت انا هيني يا اخوي مش شايفني هيني قدامك يا اخوي ها برحمة البعز على قلبك انك ما تضربش بحياة الله بالله عليك يا ستي مشان الله يا زلمه هيك تعمل فيي انا بدي اورجيك كيف عشان تشتغل علي انا بورجيك يا اخوي ها خذ 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 ولك تضربش غلط لا يا اخوي مالك قلت تخنق يا ستي تخنق رحمة خالتي في ريال تخنق ولا ستي بالله عليك خلص والله العظيم ما بعيده معك انا راح اطلع بس على شرط ايش صارت واحد واحد اه خلص موافق انا بس وين انت بالله عليك شلحها انا عيني شايفني وينك عيني وراك اذا ليش تضرب كوف بتشيدك متشيدك ست والله السلام على اطلق شرط انا بورجيك بس انا هيك اشتغلنا مع بعض اخوي بس هيك صار في لبن خلص انا هسه بشلح الطاقيه بس زي ما قلت لك يا اخوي لا تشتغل علي ولا اشتغل عليك انا موافق مشان الله بس خلص حوك سمو اقسم بالله اني بدي اكسر رجلك يا زلمه اخوي انا ما عشان اصفي اللي ببالي وهيك خلص هسه هيك تقعد تضرب يا اخوي هيك يعني هيك ليش الاذى ليش الاذى يعني ملاقي حالي بالشارع انا ما انت وربتني فوق هريتني هري هون يا اخوي بس كيف زي ما بدك وزياده مش قادر اصدق يا اخوي زي ما قلت لك ولا حدا يدرى ولا حدا تشتغل علي ولا اشتغل عليك خلص انا معك خلينا نطلع نشتغل على الحاره اخوي يلا بلكي نشوف لنا واحد يا اخوي هسه بتشمط الطاقيه بدي هذا القروط حموده تجلد لي كفين توقع دنيا يا زلمه لعب دلوقتي هسه بس توكل على الله النجس هذا ايش قال بحضر مسلسلات تركيه عندك الطابق عندي خلص توكل على الله في امان الله حبيبي بس يلا حبيبي حوكش بوكش ولد لحقت تختفي يخرب بيتك بس يلا مشي لك اياها عشان بحبك بس مش اكثر انا بس كلام ما تلعب معك يا حرام شو عملتي فيي مثل الورق طيرتيني الله عليك يا حموتة اسمع بدي اقول لك قصة من الاخر شايف ايدي هذول الثنتين ايه مالك يا اخوي ضربني مين ضربك انا ما ضربتك يا اخوي ضربني شو ضربتك يا اخوي مالك تبلى ما انت شايف ايدي هان شو بتهبل انت قاعد بكت اسنانك استشان بكت اسنانك بكت اسنانك عم مزبوط بالله عليك اه في منك بطيخ بحرك طيب والله اصحى من الحلم اللي انت في منك عم مزبوط عليك طب اسمع اسمع انا بدي اقول لك على قصه يا اخوي هذا الكف بجوز انت اكلته تعرف ليه ايه مالك يا اخوي مالك تفقد قاعد زي هيك هذول ضربي ليش تضربي ليش ما انا بدي اقول لك هذول انا ما ضربتك يا اخوي من هي ايدي هان بس هذول الكفوف انت شكلك تكلان عشان تحضر مسلسلات تركيه وكذا مزه ما حد شو عندي بحضر ولا ما بحضر ما حدا ما حد شو عندي ما هو نسوان يا اخوي حرام ما بصير الشيء تعمل لا بتحضر خام ما حد شو عندي والله شكلك راح انا مش عارف شكلك راح تتكف والله بكت اسنانك روح اغليها 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 يا اخوي اغليها روح روح اغليها يا سمر احنا قعدت بتعال ولك انت زلمتي زلمتي على الكامل انا تعرف قد ما انا مبسوط بدي الطشك كف افرطك برا يا زلمه كمان مره تاسعه ولك صاير فيلم ماكل زي ما بدك تضلك تلخم بالعالم وعادي وطبيعي احذر هسه عارف على مين نروح نطيب على مين بدك تروح تخلطي على هاي مرفت تعمل شو بدي اعمل بدي اخش عليها على الدار انسى بدي تقول لي بوزها بوز الاخصاب مش انا ببينش حرة انا اصلا مين سقعت الاولاد الصغار بسم الله مرفت شو مالك يا اختي شو في خير في اشي غلط بالدار والله في اشي غلط شو في اشي غلط مالك صلي على النبي مش عارفه من الصبح والله والله يا ستي والله شايف اشي غلط انا شو شايف كيف سحبني لبرا قربي 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 هاني قربي 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 تعالي شو هذا والعياذ بالله شكله دربون نوع تركي نجس انا بعرفه خليك واقف في محلك شو دربون هذا بجوز جن انا بتعامل لهسه ما انت مش عارف شو خبط الباب ما انا عارف هذا بده استني شوي سمي بالله سمي بالله افتح يا سمسم شايفك كيف تقوليش لحدا عدارك يلا يلا عدارك بسرعة يلا لا بتحرسك يلا يلا يلا
هاي ولك ايش هذا لخمتي مبدئيا؟ هاي شو قصه دربون جديده؟ قصه طرمه هاي، انا بعدين بقول لك على دربون. مبدئيا تعملوا في منك فرده ثانيه، كان لبستك صندل على القصص هاي. يلا امشي 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 اطلع زلمه. انا اخر مره حسيت لك اياها صارت هيك تضرب عليك، صرت تبين وتروح وتيجي. شكله بدها بطاريات يا اخوي. زي ما بقول لك شو بطاريات سنحك يا زلمه؟ هي تشتغل الطاقه الشمسيه قال لي شيء وراح من خد فريال. هذول عينيك كلها حساسات يا اخوي. طب قول حصرم محلات بالليل انت ضروري وميلت ميله. شوف شوف هوكش بوكش. سيدي انا بدي اقول لك مش عشان بحبك وبريدك تعملني خشخيش في ايدك اوعى تتمزح معي. لا يا اخوي هاي خلص واحدة بوحدة. بس خلص تخش تخنق فيي يا زلمة، بس مزح ما تقل دمك. خلص هيك واحدة بوحدة. سوق 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 يا اخوي سوق. السلام عليكم. على العافية يا بوربيت. وحد الله يا زلمة. الله يلمحك في المنطقة هاي يا ركاب. طب شو عملت لك ورحمة خالتي من هون؟ ها بس ستي يلا امشي. الله يكسر ايدك يا بوربيت، ان شاء الله تصرف كل اللي بتعمله بالبشير يا رب. سلمى انت بصبرة كيف تتصور انت يا ستي؟ يعني هاي مسحة بتمزحها معي اقسم بالله انك فشيت كلي. اذا ما تقش تمد ايدك يا ستي هسه بلا مزح يا زلمة. ايه اسمع انا طايقك. شو مالك تعرب توقفت هسه بخبط على مثلث شواربك؟ اوعى اسمع تقش تعرب. انا بقول لك يا ستي مش عشانك مش مبين تقعد تعربد، ورجيني حالك والله لقص عينيك. طب اقول لك مش مبين ليش ابين يا ستي؟ خلص بالله عليك يا اخوي هسه يعني الله يفضحنا وياك وعد تمزه وياك مليح هيك يعني غير ادعي غير ادعي عليك. هذا الفيس اللي عندك مثل التيس انسى. اذا بتكونش تعربد يا ستي خلص بقول لك بين حالك لو سمحت بدي احكي معك موضوع مهم. يلا هسه بدي ابين لك. واحد اثنين عشرة. يعني بتنغش طبعا ابو فرد. هاي بدي ابين واحد اثنين ثلاثة. يلا بتطعج وجهك يا بوز الاخص اقسم بالله بتطعج وجهك المسوكج هذا. لازم بتعربد كمان اخرى. اذا ليش بتعربد بعدين؟ ليش بتعربد وانت لابس الطاقيه؟ مش قلنا احنا خلاص ما فيش بيننا هذا الحكي؟ بتورطني مع البوربيت يا زلمه. يا اخوي هيك دعبتك انا بداعبك مالك. شو بتدعبني يا زلمه؟ مش منيح اصلا الكلمه هاي يا زلمه مش منيح بحقي. خلص مالك يا اخوي خلص وقفت معك اقول لك اين عن ابو الطاقيه. اذا بتعربد مرة. ها يا ويلكم مني يا ويلكم حوكس فوكس. ايه ولك وين راحت الطاقيه؟ شو هذا يا زلمة؟ ايه؟ شو مالك يا زلمة؟ مالك اسمر؟ ايه هيك انت بتعرف تلعب مو هذا البغض. الشيخ ابو سن انا تاخذوا مني اغلى حاجة في حياتي. مالك يا اخوي يا اخوي مالك؟ يا حيوانات انت اللي لابسها ولا مين؟ يا اخوي هيني قدامك تتقبل علي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اخوي مالك مالك؟ مالك هاي صبغة انت تجيب لي اغلى كنز في حياتي. طب اخنق دموتك 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 خذها على راسك انت انت على راسك انت يا اسمر انت شارع الله شارع الله اوجهك هاي اوجهك هاي اخوي اخوي يا اخوي مشان الله انا بدي اوصل مشوار دقيقه وين بدك تروح؟ طب دفل يا اخوي دفل انا مردوخ ابو سن على سن رمح والنعم والنعم انتوا خربتوا علي اغلى صفقه في حياتي لمنجم ذهب والله ورحمه خالتي مو انا هذا السيتي اقسم بالله هذا السيتي انا عقاب فوق الكتله شيخ طنيب على عرضك سيبنا منك افتح فمك شيخ لا افتح فمك انت كمان سحر الحلزونة زائد القلم السحري احولكوا الى دنقل وحمودة عجبك؟ هالشيخ سخطنا يا اسمر كله منك يا ستي يلا نروح نلعب